At a given instant, the wheel is rotating with angular motions shown. Determine the acceleration of the collar at A at this instant. نبدأ من النقطة الثابتة اللي هي O وقول إن الVB هتساوي الVO زائد الأوميجا ويل كروس الRB بالنسبة للO. الVO بصفر ثابتة، الأوميجا ماينس 8 لأنها مع عقارب الساعة كروس ماينس 0.15 كوساين 30i مع بلس ساين 30j يساوي الاي هيجي من الكي في الجي، احط ماينس لان كي في جي ماينس اي مع ماينس يبقى بلس 8.15 في نص يعني 4.6i ماينس مع ماينس يبقى بلس كي في اي بجي 8 في 0.15 كوساين 30 يعني 1.04 جي، والكلام ده متر بير سكند. خلصنا من نقطة بي. اجيب ايه بالنسبة لها؟ عشان كل ده عشان اجيب الاوميجا اي بي نحتاجها في الاكسلريشن. الفي اي هتساوي الفي بي زائد الاوميجا اي بي اللي انا مش عارفها وعايزها كروس ار اي المرة دي بالنسبة للبي. الفي بي خلاص عندنا 0.6i 1.04 جي، الاوميجا مطلوبة كروس موجب مع موجب 0.5 كوساين 60i و 0.5 ساين 60j. احنا يهمنا الاوميجا وعارفين ان ال VA في اتجاه ال I، معنى كده ان لو خدت الاتجاه ده اقول صفر يساوي 1.04 والجي يطلع من هنا ال K في ال I بجي يبقى معنى كده بلس ربع اللي هي نص في نص اوميجا اي بي، يبقى الاوميجا اي بي 1/4 نضرب هنا يبقى 4.16 راد على السكند. ده اللي احنا عايزينه من الفيلوسيتي. ابدا اكسلريشن، هبدا بالاي بي اللي هي اي او صفر زائد الفا ويل كروس البي بالنسبة اللي هي ماينس 0.15 كوساين 30i وزيها بس ساين 30j، بعدين ماينس الأوميجا ويل تربيع دوت نفس الكلام ده كوساين 30i و15 ساين 30j. كل حاجة معروفة، احنا ده عندنا من الرسم بماينس 16. يبقى الاي نلمها ازاي؟ الاي ده مع ده الكي في الجيب ماينس اي وفي ماينس يبقى بلس 16 في بوينت 15، 16 في نص ب 8، 8 في بوينت 15 وبعدين هنا ماينس وماينس برضو بلس والحتة دي 8 تربيع يعني 64 في 0.15 كوساين 30 كلها مع بعض 9.51 اي. بالنسبة للجي ده مع ده ناقص في ناقص كيف اي بجي وعندي ماينس ماينس يبقى بلس 16 في 0.15 كوساين 30 وبعدين هنا ماينس 64 في الحدوتة دي 0.15 ساين 30 فعلى بعض كده
كده ده ماينس 16. احنا عايزين دلوقتي الاي، عايزين الجي، الجي ده في ده، والكي في الاي بجي، يبقى دي الحتة دي بلس، قلنا 16 في بونت 15 كوساين 30، وبعدين ماينس 64 في الحتة دي بونت 15 ساين 30، مظبوط كده، ماينس 2.72 جي متر بير سكند سكوير. دي هنستخدمها عشان نجيب ال AA، آخر خطوة اهي، AA هتساوي ال AB اللي عندي زائد ألفا، AB مش عندي، كروس موجب مع موجب اهي، بوينت فايف كوساين سكستي اي وبوينت فايف ساين سكستي جي، ماينس الأوميجا اللي جبناها طبعا دوت كوساين سكستي اي ساين سكستي جي، يساوي احنا ناخد حتة حتة بقى على طول، الجي بصفر، يساوي صفر، يساوي ال A B احنا ناخد من الجي بقى ناقص 272، ده في ده كي في اي بي جي، يبقى نص في نص ربع الفا اي بي، هنا الجي ده مع ده ناقص 4/16 تربيع في بوينت فايف ساين سكستي 7.5، اذا الفا اي بي هتساوي حاجة موجب 7.5 مع 2.72 على ربع 40.85 راد سكند تربيع وعكس عقارب الساعة. دلوقتي المطلوب هو هيجي اي اي اللي هو في الاتجاه ده يساوي 9.51. بعدين نلم الايات مع بعض، الاي ده في ده مع اشارة ماينس، ان كيف جيب ماينس الالفا اهي 40.58، فهي انصر موجودة في بوينت فايف ساين سكستي، قلنا كي في جي ماينس اي، يعني احط هنا ماينس 17.7، وبعدين ده في ده اوريدي في ماينس، فماينس برضو 4/16 تربيع في ربع، يعني 4.33، يساوي زائد، لا خلينا نقول 9.51 ناقص 17.7 ناقص الانصر، فطلع ماينس 12.51 متر بير سكند سكوير. هو اللي طالبه ده، اضطرينا نجيب الالفا في السكة، احتمال طبعا في الامتحان يطلبها، وممكن يطلب الاوميجا دي، وممكن يطلب السرعة بتاعت الاي، ما حسبناهاش، كنا ممكن نطبق ناخد الفي اي في اتجاه الاي، كنا نلم الايات ناخد ده مع ده في ده، كان يدينا سرعة الاي لو كان طلب.